صوتوا للإسعاف يا جماعة. في مهد الثورة درعا إلى الجنوب من دمشق التي احتضنت عام 707 أول بيمارستان في المنطقة أو ما يعرف بدار الحكمة المستشفى. استهدف نظام الأسد بعد أسبوعين من انطلاقة الثورة السورية قبل 7 أعوام مستشفى درعا الوطني بوابل من الرصاص والغاز المسيل للدموع، بعد أن أصدر أوامر تمنع الكوادر الطبية وسيارات الإسعاف من مغادرة المستشفى أو الرد على نداءات الاستغاثة التي أطلقتها مآذن المسجد العمري، بعد اقتحام ميليشيات النظام باحات المسجد واستهداف المدنيين المحتشدين في فعالية سلمية ليخالف طاقم طبي الأوامر، مدفوعين بالواجب المقدس لإحياء الناس وحفظ الأرواح، دافعين ضريبة الإنسانية من أعمارهم تحت رصاص نظام لم يعرف يوما كيف تحمى البلاد. غارات النظام وحلفائه الروس والإيرانيين لم تخطئ يوماً المنشآت الطبية، فمن درعا إلى دير الزور وحلب وحماة وحمص وإدلب ودمشق والقنيطرة وكل بقعة سورية وطأتها قدم المعارضة، استهدف النظام مركزها الطبي وكوادر الإسعاف والإغاثة فيها ليذيق السوريين مرارة النزف حتى الموت ومكابدة الأوجاع التي كانت ستشفى لو قدم العلاج بذات اللحظة. فكل التحذيرات الأممية والتنديدات الدولية ونواقص الخطر التي دقت في العالم لم تكفي لوقف القصف الهمجي والممنهج، وكل بروتوكولات واتفاقيات الأمم لم تشفع للطواقم الطبية أمام نظام هجر وشرد وقتل وأصاب مئات الآلاف في حرب خلفت جيلا يعاني من أمراض طوى الزمان صفحتها منذ عصور. ولأن التغطية الإخبارية وتوثيق الصورة لا تكفي دوما، استهلت أورينت الإنسانية أول مشاريعها في تركيا عام 2012 من خلال إنشاء دور استشفاء وإجراء عمليات جراحية في المشافي التركية للسوريين المتضررين من الحرب، ثم سرعان ما نقلت المنظمة أنشطتها إلى داخل الأراضي السورية وافتتحت أكثر من 10 مشافي تغطي كامل المناطق الوسطى والشمالية وجزءا من المنطقة الشرقية، وتقدم هذه المشافي كافة الخدمات الطبية من خلال عيادات متنوعة بكافة الاختصاصات والعمليات الجراحية. كما كسرت المنظمة حصار القنيطرة بافتتاح أول مشفيين فيها لتقديم العون الطبي للسوريين المحاصرين الذين يعانون من نقص الكوادر الطبية المتخصصة وصعوبة التنقل والخروج من أجل العلاج. ولأن الأطفال أكبر المتضررين من الأزمة، ساهمت أورينت للأعمال الإنسانية في إضاءة بقعة الظلام التي خيم النظام بها فوق رؤوس السوريين، فأنشأت مدرسة نموذجية داخل الأراضي التركية لتعويض أطفال اللاجئين عن سنوات التعليم التي خسروها، ورأب الصدع الذي أحدثه تعنت النظام وتمسكه بمكتسبات واهية أمام حياة الشعوب.